سفره هذه المرة ليس لسفر مكاني من مكان إلى مكان، ولا هو لسفر زماني كما في الخيال العلمي، ولكن سفره هذه المرة إنما هو سفر عبر الأفلام. الكراسي بابا لو جاي الله يرحم أهل الدين. أهلا وسهلا بيكم جميعا كرامي العدد. أهلا وسهلا بيكم كرامي العدد. يعني الله يرحمه ويرحم أمواتي جميعا. ضحكة المكان في الطوارق في حياتي هند. حبيبي وين السهرات اللي كنا نسهر سوا يا حبيبي وين؟ الله يرحمها لروحه. الله يغفر له. ربي يرحمه. ربنا يحفظك يا جميل. الله يرحمه ويرحم أمواتي جميعا. الحمد لله والحمد والشكر لك يا فإن الله عز وجل يحدثنا عن مرتبة الخالقية. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يؤمنون. ولكن عندما يحدثنا عن مرتبة الربوبية، فعندما يحدثنا عن قوانينه، عندما يحدثنا عن أنظمته، عندما يحدثنا عن سننه، فإنه يحدثنا عن مرتبة الربوبية. من هنا حدثنا الله عربية، وهناك الكثير من المحبين ومن التلاميذ للأستاذ عبد اللطيف الذي نقف اليوم في حضرة ولنا لروح الرحمة، ولكم طول العمر والبقاء. نعزيكم جميعا ويرحمكم الله.